أهلا بكم. يتهم الدستور الحالي الذي مررته سلطات الاحتلال الأمريكي في العام 2005 بأنه الصانع والمغذي الأول للكوارث المتعاقبة في العراق، ويقول الخبراء الدستوريون إن من أسوأ كوارث هذا الدستور على الإطلاق أنه لم يفصل وظل يحتمل التأويلات والتفسيرات المتناقضة على وفق أهواء ومصالح القوى السياسية التي كتبت ومررت، كما أن هذه القوى التي تواطأت مع الاحتلال على تمريره هي أول من أهان هذا الدستور ولم تعمل به، واعتمدت أسلوب التوافقات والصفقات السياسية بديلا عنه في تقاسم المناصب والنفوذ في الحكم في العراق. وكانت تقارير قد تحدثت عن عملية تلاعب متعمدة بنتيجة الاستفتاء على الدستور في العام 2005 عبر إخفاء وثائق الاستفتاء ومن ثم إحراق وإتلاف جميع ما يتعلق بها بهذا الدستور بعد تمريره. وتعترف كل القوى السياسية الآن أن الدستور الذي صيغ على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية هو جذر الكارثة المستمرة في العراق. مساهمة الدستور الحالي في صناعة الكوارث في العراق وتحوله إلى مظلة للفساد العام والطائفية السياسية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها التساؤلات التالية: لماذا قبلت قوى العملية السياسية بعد العام 2003 بدستور يرسخ ويعزز الطائفية والعرقية وأسس لكل الكوارث الحالية في العراق؟ ألم يحاول الدستور الحالي إيجاد معادلة جديدة بين السلطات وبين المكونات، أي أنه عكس الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق كما يقول أنصاره؟ ألم تكن القوى السياسية والميليشيات أول من أهان الدستور الحالي عبر التعامل معه على وفق أهوائها ومصالحها الحزبية والطائفية؟ وهل العراق الآن بحاجة لتعديل بعض بنود الدستور الحالي الإشكالية، أم هو بحاجة لصياغة دستور جديد بعد تمزيق دستور الاحتلال؟ وهل ما زالت الفرصة قائمة حتى اللحظة لصياغة دستور جديد يعزز أو معزز للهوية الوطنية العراقية بعد إلغاء دستور الاحتلال؟ ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي صباح الناصري. تحت عين الاحتلال وببنود طائفية واضحة البصمات وضع الدستور الحالي ليكون مرجعية العملية السياسية في العراق والمشرعين لمسيرتها المليئة بالفساد والاستبداد وتقاسم المناصب على أساس طائفي إقصائي، لتكون مادة الكتلة الأكبر هي الذريعة للهيمنة الطائفية على قرارات ومؤسسات الدولة، وبالتالي تقديم أسوأ نموذج للحكم عرفته دول المنطقة. كما أن الدستور الذي شكل على عجل ومن خلال لجنة تلقت إملاءات مواده كما أقر بذلك سياسيون بارزون يحتوي على مواد غامضة يمكن تفسيرها على عدة وجوه فتوظفها الأحزاب الحاكمة لتفسيرها حسب أهوائها. وبينما مثل الدستور مرجعية الفساد الأولى للأحزاب الحاكمة، إلا أنها مع كل تجدد للصراع فيما بينها تلجأ إلى الحديث عن الدستور بين من يريد حمايته وطرف آخر يريد تعديل بعض مواده، وهنا تكمن المعضلة، حيث أن الدستور لا يتمتع بالمرونة، أي أن تعديله يتطلب إجراءات بيروقراطية سواء على مستوى تطبيق القوانين في الدستور نفسه أو عبر الإجراءات البرلمانية التي تتطلب تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على هذه اللجنة، ثم يعرض الدستور في استفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات. وبشكل عام يدرك العراقيون أن الحل لا يكمن في إجراء بعض التعديلات على هذا الدستور الذي يعد رمزا لحقبة الاحتلال، كما أن الظروف السياسية الحالية هي التي تحكم القوانين وليس القوانين هي من تحكمها، لذلك تغيير الدستور لا يأتي على يد من كتبوه وإنما بأيد وطنية عراقية تطوي حقبة الاحتلال وتوابعه وتكتب دستورا يعبر عن هوية العراق الوطنية وشعبه الحر. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في
مساهمة الدستور الحالي الذي كتب ومرر بعد العام 2005 في صناعة الكوارث في العراق وتحول إلى مظلة للفساد العام والطائفية في السياسية في العراق. ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من كندا في مدينة تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. دكتور صباح سيكون عبر سكايب معنا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الآن كل القوى العملية السياسية تتحدث عن كارثية هذا الدستور، عن سلبياته، عن غموض فقراته وبنوده وإشكاليات، والمشكلة والكارثة المستمرة في العراق هو واحد من أسبابها هو الدستور. إذا كان الحال هكذا، لماذا قبلت أساسا هذه القوى بدستور معزز ومرسخ للطائفية ومشوه للهوية الوطنية العراقية وعلى أسس طائفية وعرقية وإثنية وحزبية؟ كانوا يعرفون منذ البداية الدستور كارثي وفيه ألغام كثيرة، أم أن الحقيقة بمرور الوقت ومجريات الأحداث بصرتهم بهذه الكوارث التي يضمنها هذا الدستور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أحييك وحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. بداية لابد من القول أنه حتى عبارة أو كلمة دستور التي نسمعها منذ 20 عام، منذ 2003 لحد الآن، ربما تكررت على مسامعنا، مسامع العراقيين، بشكل غريب عجيب، لم يسمع بها أهل العراق منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003، 82 سنة لم يتداولوا تسمية الدستور أو تداول كلمة الدستور دائما في أحاديث مثل ما بهذه الكثافة، بهذا الشكل لا أعرف الفج في كل كلمة هناك حديث عن الدستور. وهذا الدستور الحقيقة الذي يعني طبق عام 2005 وتم التصويت عليه، يعني ربما واحد من أكثر الدساتير في العالم مثيرا للجدل، ربما لا يوجد دستور في العالم مثل مثير للجدل. كل مواد الآن، يعني أنا لست متخصصا في القانون الدستوري ولست، لكن الآن بشكل بسيط أستطيع أن أورد لك أكثر من 20 جدلية في مواد هذا الدستور، بدءا من المواد التي بدأ فيها الدستور، كل اللجان التي قالت أنها كتبت الدستور لن تكتبه، كتب الدستور بناء على قانون إدارة الدولة المؤقت اللي أقره واللي أتى به بريمر، وكتب واحد أمريكي شاب كتب الدستور غير متخصص أساسا في هذا الموضوع وخبراته قليلة، لكن هو من الفريق الذي جاء به بريمر وكتب هذا الدستور، وجاء مترجما ويعني ترجمه، جاء باللغة الإنجليزية وترجمه، وقالوا عنه يعني كثير من الذين كانوا في لجان إقرار هذا الدستور وفي قالوا أنهم أعدوا هذا الدستور اعترفوا بهذه القضية. عموما المواد كانت 139 مادة. في يوم إقرار الدستور ظهر، أو يوم الاستفتاء على الدستور، بعد الاستفتاء على الدستور ظهرت 144 مادة، ظهرت هناك 5 مواد زائدة. كيف دخلت هذه المواد التي لم تقر ولم يستفتى عليها؟ هذه المواد الخمسة التي أضيفت لإدخال يعني الحزب الإسلامي وغيره ودفع السنة، سنة العملية السياسية المشاركة في التصويت عليه بعد أن كانوا رافضين، وتغيير الدستور وما أعرف شنو المواد هذه، وهذه المواد اعتبرت غير شرعية وغيره. من البداية هذه جدلية، هوية العراق جدلية، دين الدولة جدلي، مكونات هذه، الحديث عن المكونات جدلي، كل القضايا التي تتحدث حتى الانتساب للعراق، حتى هوية العراقي، يعني كل الدساتير في العالم تشير إلى أنه المواطن في هذا البلد يجب أن يكون من أب وأم من ذلك البلد. هم يتحدثون أنه العراقي هو الذي يكون من أم عربية، من أم عراقية أو أب عراقي، وليس من أبوين عراقيين. وهذه أيضا واحدة من النقاط، الفدرالية جدلية، المناطق المتنازع عليها جدلية، تأسيس الميليشيات، الميليشيات هم تحدثوا، يعني لم يقولوا نمنع الميليشيات، منعوا الميليشيات من التأسيس في المادة 9 أعتقد، ولم يتحدثوا عن الميليشيات القديمة مثل البشمركة مثل بدر، لم يتحدثوا عن هذه، خل تستمر.
وبالتالي لعبة كبيرة كانت في الدستور. إذا لماذا قبلوه؟ إذا كان نعم. من كتب الدستور مطلع على الدستور يعرف خطورة هذه البنود، لماذا قبلوا سابقا والآن تصل القضية إلى حد الشتم؟ دعني أقول لك، كل هذه الأحزاب التي سميت قوى المعارضة في السابق هي من فصل هذا الدستور على مقاساتها، واعتبرت هذا الدستور مفصل على مقاساتها ويخدمها، يخدم كل وجودها، يخدم العملية السياسية التي أسست بناء لكي تدعم هذا الدستور، يخدمها بشكل كبير، لذلك وافقوا عليه ولم يضيفوا إلا ديباجة في البداية أضافت بعض النقاط التي فيها طائفية وفيها فكر طائفي وفيها تحفيز على هذه المواد التي تخدمهم كأحزاب وجودهم، أما باقي المواد تفسيراتها المطاطة، تفسيراتها المتناقضة أحسن أحياناً المتعاكسة بشكل كبير جداً والتي تفسر أكثر من تفسير، هذه مفيدة لهم. نعم. وبدليل أنه 20 سنة التي مضت كل المواد استخدمت بتفسيرات متعددة، كل القوى تفسرها بالشيء الذي يفيدها وينفعها والأدلة ويعني الأحداث التي حصلت واستندت إلى الدستور كثيرة جداً وقد استغلوه بهذه الطريقة، لذلك هم أرادوا هذا الدستور لأن هذا الدستور معبر عن وجودهم ويكمل هذه الصورة السيئة للعراق ويدفع بالعراق إلى الهاوية. دكتور صباح مساء الخير. مساء النور. من هذه النقطة يتحدث دكتور على أنه هذا الدستور الحقيقة قوى العملية السياسية الحقيقة متمسكة به، تحبه لأنه يأتي على وفق هواها. أنصار الدستور الحقيقة يقولون أن هذا الدستور حاول أن إيجاد أو أن يوجد معادلة جيدة نوعا ما بين السلطات وبين المكونات في العراق، وهو بذلك يعكس ويعبر عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعراق، وهذا هو المتاح وهو هذا أفضل المتاح، ليس مثاليا ليس ملائكيا هذا الدستور، لكنه الحقيقة يعكس هذا الواقع الذي في العراق إلى حد ما مقبول. دقيق مثل هذه التخريجة دقيقة مقبولة؟ أول شيء تحية طيبة أستاذ ماجد لك والأستاذ رافع ومشاهدين ومشاهدات قناة الرافدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. مرحبا دكتور. لا طبعا أكو تناقض وجودي في هذا الطرح، بس قبل ما أرجع له أريد أرجع شوية لورا 2005. الأسباب اللي خلت القوى السياسية أن تعجل بالاستفتاء وإقرار هذا الدستور والموافقة عليه باعتقادي هناك 3 أسباب: سبب إيديولوجي، سبب سياسي، وسبب جيوسياسي. السبب الإيديولوجي هو بأنه الطرفين اللي حملوا المشروع احتلال الأمريكي للعراق، الاحتلال الأمريكي الإيراني أدق، الحزبين الكرديين في كردستان العراق والأحزاب أحزاب التشيع السياسي اللي جت من خارج الدبابة حتى نفصلها عن التيار الصدري على اعتبار أن هذا تيار عراقي، الأحزاب اللي جت على الدبابة الأمريكية أو خلف الدبابة الأمريكية، هذه الأحزاب الشيعية كانت تنظر إلى النظام السياسي في العراق على أنه طائفي، والحزبين الكرديين ينظرون إلى النظام على أنه عرقي عربي، يعني يقمع الأقلية الكرد العرقية الكردية، فبالتالي كانت هنالك مصلحة للطرفين في صياغة الدستور يتوافق مع إعادة النظام السياسي بشكل يتوافق مع البعد الطائفي العرقي. هذه النقطة الأولى الإيديولوجية. النقطة السياسية باعتقادي أنه القوة هذه اللي صاغت الدستور كذا أرادت تضمن مستقبلها السياسي بالذات الأحزاب التشيع السياسي أكثر من الأحزاب الكردية على اعتبار أنها تمتلك قواعد اجتماعية في كردستان، ولكن الأحزاب الشيعية السياسية اللي جت على ظهر الدبابة الأمريكية ما تمتلك قواعد اجتماعية في العراق مقارنة مثلا مع التيار الصدري اللي يمتلك قواعد اجتماعية في داخل العراق، فحاولت أن تثبت سلطتها ومستقبلها السياسي من خلال صياغة الدستور بشكل يتوافق مع ادعاها بتمثيل المجتمع الجنوبي العراقي، ولذلك مفردة المكونات. أرجع لها بعد شوية هذه المفردة مرة أخرى. البعد الجيوسياسي
سياسي، الطرفين يعني الحزبين الكرديين وبعض أطراف التشيع السياسي مثل الوفاق الوطني العراقي مال الشلبي اللي تابع لأمريكا، ثم الأحزاب التشيع السياسي مثل منظمة بدر ومجلس الأعلى الأخ التابع لإيران، اجت حتى تضمن مصالح أمريكا وإيران في العراق وليس مصلحة العراق. بمعنى مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني وتواطؤ هذه الأحزاب في صياغة الدستور يعكس مشروع تحطيم الدولة العراقية وليس بناء الدولة العراقية. وأكبر دليل على ذلك أن دستور 2005 بنيويا ومنهجيا بل وحتى في الصياغة بلاغيا لا يهدف إلى بناء دولة. نرجع على قضية المكونات، هنالك خلط ما بين الهوية خلينا نسميها الفرعية للمواطن العراقي، يعني يكون شيعي سني كردي عربي صابي من دنائي أي زيدي أيا كان، هذه هويات ثقافية اجتماعية فرعية ليست لها علاقة لا بالدستور ولا بالسياسة. بمعنى إذا كان الحكم ديمقراطي ومبني على أساس وجود أحزاب كمنظمات مدنية تطوعية ينتمي الإنسان لأنه يؤمن في برنامجها وإيديولوجيتها وشكل تنظيمها ويعتقد أنها تمثله، هذا القرار قرار الناخب بالانتخابات هو قرار سياسي ليس له علاقة بهويته المذهبية أو الدينية أو المجتمعية. اللي حصل بالدستور 2005 واللي ضغطت باتجاهها القوى الكردية والقوى الشيعية هو تثبيت الهوية العرقية الطائفية على أساس إنها إرادة سياسية، وهذا نقض وجودي لمفهوم الديمقراطية، لأن الديمقراطية ليست قائمة على أساس الهويات الفرعية إنما على أساس المواطنة. وأنا أتحدى من يأتيني في دباجة هذا الدستور إن مفرد مواطن أو مواطنة مذكورة في دباجة هذا الدستور، ما مذكور واللي هو شكل أرضية المكونات اللي هي أدت إلى تقنين العرف السياسي للمحاصصة، ما مذكور مواطنينا في الدباجة. وهذه مفردة الإيديولوجية وليست دستورية قانونية، ليس هنالك شيء في الدستور اسمه مواطنينا، أكو شيء اسمه مواطن ومواطنة. مواطنينا تشير إيديولوجيا إلى البعد العرقي مواطني كردستان والبعد الطائفي أتباع الحزب الشيعي التشيع السياسي. إذن الدستور 2005 منهجياً وبنوياً وبلاغياً وخطابياً لم يهدف إلى بناء دولة مبنية على أساس المواطنة، إنما إلى تفكيك الدولة العراقية إلى إقطاعيات تتحكم بها هذه الأحزاب. بالمحصلة إذن ما الدستور 2005 وثيقة سياسية وليست دستورية قانونية. عندنا مشكلة بالصوت. على كل دكتور أشكرك، أو هو الدكتور أنا حديث دكتور رافع. الحقيقة الآن كما أسلفنا الكثير من قوى العملية السياسية باتت الحقيقة تلقي بجزء عظيم من المسؤولية في الأزمات المزمنة والمتواردة في العراق على الدستور وبنود الدستور وعدم يعني وضوح فقراته وغموض بنوده وما وقابليته للتأويل والاجتهادات المتكررة والتفسير الانتقائي لقوى العملية السياسية بما يخدم مصالحها وطائفيتها. مشكلة الدستور الحقيقة هناك من يتحدث أنه في بعض فقراته وليس في الدستور يعني كوثيقة كاملة. لو عدلت هذه البنود والفقرات وتم إعادة النظر فيها سنتخلص من الكثير من أمراض هذا الدستور. دقيق هذا الكلام؟ لا أبدا مو دقيق هذا الكلام، لأن الدستور أساساً مثل ما أشار الدكتور قبل قليل مبني على فكرة المكونات. عندما ترفع فكرة المكونات سينهدم الدستور كله، يعني كل بنوده معتمدة على هذه القضية ومعتمدة على طائفية وفكر طائفي وقوى قومية وقوى طائفية وهكذا. هذا ما بدلتها أو غيرتها سينهار هذا الدستور. سأقول لك أنه عشية الاستفتاء عن الدستور صدرت مقالة في جريدة لوس أنجلوس تايمز كتبها واحد من الأمريكان اللي كانوا ضمن إدارة بريمر وكان مسؤول عن
متابعة الدستور ونقاشات الدستور الدستورية التي جرت. كتبها واحد من المتخصصين في هذا الموضوع، قال غدا سيذهب أهل العراق لاستفتاء على دستور لم يقرؤوه، لم يطلعوا عليه ولم يقرؤوه ولم يعرفوا شيئا عنه، ولا يعرفون يعني ما سيؤول إليه هذا الدستور. من دفع الشعب العراقي الذهاب يعني؟ من دفع الشعب العراقي لاستفتاء على الأقل؟ من ذهبوا وقالوا نعم، رغم أن هناك كانت 4 محافظات، وفي هذا الدستور في قانونه قالوا إذا 3 محافظات لم تصوت على الدستور بنعم فيعتبر الدستور لاغيا، وهناك 4 محافظات لم تصوت بنعم، واللي هي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وذي قار. لكن الأمريكان لملموا كل هذا وقالوا أن التصويت صحيح ومشت القضية، ومثل ما يحدث في أي تزوير، مثل ما زوروا في قضية احتلال العراق والادعاءات التي ساقوها زوروا في هذه القضية. المهم أن يمضي هذا الدستور. ومن دفع الناس الذين قالوا نعم هي هذه الأحزاب نفسها الآن التي حضرتك تتحدث عنها، ويقولون أن المشكلة في الدستور ومواد الدستور وتعديل الدستور. هي من وافقت على هذا الدستور، هي من وجدت في هذا الدستور على وفق مقاساتها، كتب على وفق مقاساتها، على وفق تفكيرها الانتهازي. مواد هذه الدستور مطاطة، قميص، وأنا يكون وصفت أكثر من مرة، قميص مطاط يصلح لكل الأجساد، يلبسونه ساعات ويرمونه ساعات، يمسحون به أحذيتهم ساعات، والدستور حالة كبيرة جدا جدا عندما يحتاجون إليه، والدستور لا شيء عندما لا يحتاجون إليه، وتفسيراته غريبة عجيبة. يعني خذ مثلا في الكتلة الكبيرة والكتلة الصغيرة، تدخلت المحكمة الاتحادية وهي اليوم تقول أنه أنا يعني لست طرفا سياسيا، يعني ما أقدر أتدخل في قضية سياسية، لكن تدخلتي في قضية سياسية في عام 2010 في قضية تحديد الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر وفق تفسيرات غريبة عجيبة مطاطية، أن الكتلة الأكبر بعد تشكيل البرلمان بعد دخول البرلمان والكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهذه غير موجودة في العالم كله. يعني تفسير هذا الإطار العام اللي يسمى دستور اللي هو القانون الأساسي لكل دولة، هذا به تفسيرات، يعني تفسيرات واحدة ودقيقة وواضحة ومعانيه واضحة ولا تقبل التأويل. دستور في العراق هذا يقبل التأويل، يقبل التفسيرات مختلفة متعاكسة، يفيد هذه الجهة ويضر تلك الجهة، هم أرادوه بهذا الشكل. فبالتالي كل الحديث عن أنه نغير فقرة منه ليستوي الدستور لا يمكن. هذه مثل الأواني المستطرقة، هذه مواد الدستور كلها في نفس المستوى وكلها تصب في بعضها وكلها تعتمد على بعضها تعتمد على بعضها. فبالتالي أنت أمام حالة غريبة عجيبة بنيت بتشكيلة خبيثة، بتشكيلة لكي تخدم وضع مثل ما قال الدكتور ينهار فيه العراق، يضعف فيه العراق، وهو هذا الأساس. لذلك هذا الدستور يحمي هذه العملية السياسية، وهذه العملية السياسية كل مخرجاتها فساد وخراب ودمار وتفرقة وطائفية وقتل وذبح وتهجير وتعليم سيء وصحة سيئة وخدمات غير موجودة وفساد عالي في كل مكان ومخدرات وكل شيء، كل سيء من مخرجات العملية السياسية. من يسند العملية السياسية ومن يقف لها ومن يستند إليه تستند إليه كل قوى العملية السياسية هو الدستور. إذن الدستور حامي لهذه العملية السياسية، حاميها بشكل كبير جدا، ومواده مصممة على أن تحمي كل الأفعال السيئة التي موجودة. لكن مع ذلك دكتور هناك من الحقيقة يذهب إلى أنه هذه القوى التي يخدمها الدستور ومتمسكة به أول من أهان هذا الدستور وسفاه ولم يجعل له أي قيمة في السلوك السياسي. نتحدث عنه بعد الفاصل إذا سمحت. نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش، وأرجو أن يكون دكتور صباح جاهز معنا بعد إصلاح خلل في عبر السكايب. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية
استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729. الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مساهمة الدستور الذي مرر بعد العام 2005 في صناعة الكوارث وإدامتها في العراق وتحول إلى مظلة للفساد العام في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور صباح الناصري. دكتور صباح، أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور في عام 2005 يقول أن الدستور الحالي فعلا عزز الطائفية، وطبعا أيضا يعتذر أو يدافع، وهو ليس خيار أعضاء من كتب الدستور، مو الأعضاء، ولكن طبعا هذا خيار المرجعيات السياسية لهؤلاء الأعضاء الذين أرادوا حماية مكوناتهم وضمان حقوقهم بسبب ظلال وهواجس مرحلة الحكم ما قبل عام 2003 وما حصل من سلبيات. لذلك هؤلاء أو هذه المرجعيات تريد أن تضمن حقوق هذه المكونات التي تمثلها، وحتى لا تتكرر بين قوسين المأساة التي جرت قبل عام 2003 حتى وإن جاءت على حساب المواطنة. تعتقد أن هذا مبرر أخلاقي ووطني كافي لتضمين الدستور بنودا طائفية وجعل بهوية طائفية وليس بهوية مواطنة، هوية عراقية جامعة؟ هي استاذ ماجد، المساله مو مساله اخلاقيه بقدر ما هي خلينا نسميها معرفيه. يعني بالتعريف الاحزاب اللي تعرف نفسها عرقيا مثل الاحزاب الكرديه، والاحزاب اللي تعرف نفسها طائفيا مثل احزاب التشيع السياسي، منظورها للدوله العراقيه الاول منظوره خلينا نسميه انفصالي، ولذلك كان يحاول ان يحصل على قدر اكبر قدر ممكن من التنازلات في الدستور 2005 يضمن شبه استقلال كردستان. الآخر بالتعريف لأنه منظوره خلينا نسميه طائفي وليس مذهبي، أكو فرق، يعني مذهب التشيع يختلف عن هذا الطائفية الأحزاب السياسية، لأن منظوره طائفي للمجتمع العراقي بالتعريف ما عنده مفهوم للدولة ولا عنده مفهوم للمواطنة، إنما مفهومه مثل خطاب الماضوي الأخلاقوي مفهومة للراع والرعية، يعني الزعيم والأتباع، ما عنده مفهوم للمواطنة ولا عنده مفهوم للدولة. كل ما كان يطمح إليه هي ترسيخ هذه السلطة، السلطة الطائفية اللي تضمن له دعم أتباعه، وحاول أن يقننها دستوريا مفردة المكونات حتى يدعي أنه يمثل هذه الطائفة، بل بالعكس طامة أكبر من هذا اللي أدى إلى اختلال توازن القوة داخل المجتمع العراقي وداخل الدستور، إنه من ناحية تم تعريف الأكراد كعرق كشعب، من ناحية أخرى الأغلبية العربية في العراق تم إعادة تعريفها طائفيا بمعنى أغلبية شيعية وأقلية سنية، وبالتالي انتهت الأغلبية في العراق في الدولة العراقية. هذا العادة التعريف للأغلبية صب في مصلحة أحزاب التشيع السياسي كتدعي أنها تمثل المجتمع الشيعي، وهنا تكمن المعضلة. كونك أنت شيعي هوياتيا اجتماعيا ثقافيا لا يعني إرادتك كناخب أو مفهومك للسياسة. أنا مثلا شيعي ممكن أختار حزب علماني أو مدني أو ملحد أو شيوعي أو أيًا كان، مو هذا المهم، لأن أعتقد أن هذا يتفق ويا تصوراتي للسياسة، للخدمات، لمستقبل الدولة إلى آخره. إذن هوية الشيعية ما لها علاقة بالسياسة. محاولة هذه الأحزاب هي تقنين الهوية المجتمعية على أنها هوية سياسية. دكتور خليني في نفس النقطة إذا سمحت، وهي نقطة جوهرية ومهمة، يعني خليني أقتبس ما قال مقرر لجنة الدستور ضياء الشكرتشي الذي استقال بعد 5 شهور من عمله في اللجنة، تحدث عن مضايقات وضغوطات كانت موجودة داخل اللجنة وأخرجت الدستور الحالي بهذا الشكل. ويقول الشكرتشي:
إن التأثيرات، وأقتبس يعني بالنص كلامه، إن التأثيرات على أعضاء اللجنة التي كانت تتولى كتابة بنود الدستور كان يقوم بها المجلس الأعلى وبزعامة عبد العزيز الحكيم وهمام حمودي قيادي في المجلس، وكان يؤثران على أغلبية الأعضاء الذين بلغ عددهم 55 عضوا، وهي تأثيرات دينية سياسية عملت وأصرت على إضفاء طابع طائفي على الدستور، ووصلت إلى حد تزوير محاضر اجتماعات اللجنة، وكانت معظم جلسات لجنة كتابة الدستور تعقد في منزل عبد العزيز الحكيم وبرئاسة همام حمودي. يعني الحقيقة الدستور بهذا الشكل ما كان أيضا رغبة أمريكية لوحده، وإنما هناك أيضا يعني رغبة طائفية من قوى طائفية كأنها زايدت حتى على الأمريكيين، كانت ملكية أكثر من الملك. نعم هذا صحيح. مو فقط الأستاذ الشكرتي، هناك يعني كثير من خبراء قانونيين دستوريين اللي كانوا في هذه اللجنة. وبالمناسبة اللجنة شكلت من الجمعية العمومية من ما أتذكر 55 عضو وشيء من قبيل 55 معظمهم ما لهم علاقة بالقانون ولا بالدستور. يعني نور المالك شنو علاقته بالقانون والدستور في أحد اللجان مثلا؟ نعم. فما كان لهم علاقة بالدستور ولا بالقانون، يعني اللجان كانت سياسية. والشخصيات العراقية القانونية الدستورية والحق كان موجود يعني قلة اللي تمتلك هذا الأطر المعرفية الدستورية لكتابة الدستور تم إقصاءها بشكل أو بآخر أو الالتفاق عليها، وفرض مبادئ وأسس وأطر إيديولوجية ما لها علاقة بالدستور. يعني مثلا نعطيك مثال بسيط واحد، لما الدستور يعرف العراق على أنه بالديباجة، هي طبعا هذه الديباجة مجزرة ما لها علاقة بالدستور حقيقة، أنا أول مرة أشوف ديباجة بحياتي تنكتب بهذا الشكل، يعني مجزرة بلاغية وخطابية وفلسفية واللي تريد تسميه سمي، تقرأ وكأنها وثيقة ضد الحرب ضد الإرهاب وليست ديباجة للدستور. لاحظ مثلا هذه الديباجة تتحدث عن العراق على أنه دولة بها قوميات ومذاهب وثقافات يعني العراق كل شيء بيه، وبي قيامر وبي نخر وبي رطب وما ادري شنو كل شيء بيه. زين اذا كل شيء بيه ليش تستضيف ممثل مرجعيه مؤسسه دينيه اللي هو الصافي مرجعيه النجف الى لجان كتابه الدستور؟ طيب مو انت الان فضلت الجزء على الكل، فضلت الشرعيه مؤسسه دينيه على شرعيه الدوله، اذا انت نسبت الدوله في طور بناء الدولة. يعني التناقضات هذه والفرض الإيرادات من قبل هذه القوى السياسية هي اللي أنتجت كيان هجين ما يسمى دستور، يعكس كيان هجين آخر ما تسمى الدولة العراقية، أو بالأحرى الدستور الهجين هذا يعكس تغييب وتدمير الدولة العراقية. والنقطة الأهم باعتقاد، انت كيف تكتب دستور تحت الاحتلال اللي هو طبعا ضد القانون الدولي؟ ما من حق دوله محتله ان تغير الدستور قوانين دوله محتله اخرى. يعني انت كيف تكتب دستور تحت ظل احتلال وهنالك مقاومه في اجزاء من العراق ضد الاحتلال الامريكي، وهنالك تغييب اقصاء لشريحه كبيره من المجتمع العراقي؟ انا ما بدي استخدم مفردات طائفيه وعرقيه وكذا، شريحه كبيره من المجتمع العراقي. وكيف تكتب دستور في ظل تفكيك الدولة العراقية من قبل المحتل؟ لما أمريكا احتلت العراق فككت الدولة العراقية، الجهاز البيروقراطي المدني والعسكري، أي لم يكن هنالك دولة. طيب الدستور بالتعريف، القانون، أي قانون بالتعريف ما يسوى ثمن الحبر اللي انكتب به إذا لم يكن هنالك جهاز تنفيذي يطبق هذا القانون. فأنت كيف تكتب دستور وقانون بغياب جهاز تنفيذي للدولة يطبق هذا القانون؟ وهذه واضح دكتور، أشكرك. واضح جيد أوصلتنا لهذه النقطة. دكتور أيضا أعتقد عندك تعقيب أو توضيح أو على ما ذكر الدكتور، تفضل. حتى نعم. قبل يعني لا الحقيقة عندما ذكرت أنت الأخ يعني ذكرت في حديثك شكرتشي مقرر لجنة كتابة الدستور، قد يوحي للبعض إنه العراقيين هم من كتبوا الدستور وهذه غير حقيقية. نعم. من كتب الدستور كتبه شخص أمريكي، والإدارة الاحتلال الأمريكي هي من جاءت به وأعطته أموال وترجم واحد محامي عايش في أمريكا عراقي يعني ناسي حتى اللغة العربية وترجمه بطريقة سيئة عموما.
لكن في تلك الفترة اعترضت مرجعية النجف، قالت إنه يجب أن يكتب هذا الدستور من قبل العراقيين، فاضطر الحاكم الأمريكي بول بريمر لتشكيل هذه اللجنة التي سميت لجنة كتابة الدستور، وأعطيت صلاحية أن تكتب هذه الديباجة اللي تحدث عنها الدكتور، هذه الديباجة الغريبة عجيبة، وأضافوا بعض الفقرات التي تتناسب مع مصالحهم ومع طائفيتهم ومع فكرهم، مع وجودهم، مع يعني إحاطة وجودهم بما يحمي هذا الوجود ويثبته. هذا واقع الحال. أما أن كتبوا الدستور بكل بنوده، لا، هذه يعني يجب أن تكون مفهومة. اللجنة التي شكلت لم تكتب الدستور، اطلعت على نسخة مترجمة إنجليزية وأضافت لها الديباجة وأضافت بعض القضايا التي تخدم وجودها. هذا أولا. ثانيا، مثل ما قال الدكتور، يعني لا يمكن كتابة الدستور في ظل فوضى بهذا الشكل عارمة. كانت فوضى، ميليشيات وقتل وذبح وتهجير ورفض، ولا أحد يعرف حتى الاتجاه، ولا أحد يعرف ماذا يجري. يعني عام 2004-2005 لا أحد يعرف ماذا يجري، وبوش مصر على كتابة الدستور والخروج بالدستور والذهاب إلى انتخابات. يجب أن تكون هناك انتخابات، وحتى يعني حدد موعد الانتخابات. دكتور، ذلك الآن هذه القوى السياسية، اسمح لي خليني أقاطعك، الآن هذه يعني القوى العملية السياسية وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحقيقة يتحدثون عن حاجة ملحة وماسة لتعديل الدستور، لأنه كتب في ظرف حرج، في لحظة مفصلية مشوهة غريب، يعني كانت خطيرة جدا، لذلك كتب على عجل. الآن نحن في حالة من التروي والتأني لإعادة كتاب الدستور. يقرون بهذا الظرف الذي أحاط بكتاب الدستور؟ يقرون بالظرف، لكن يحاولون استعمال هذا الظرف للتضليل وللتزوير. هم لا يقولون تغيير الدستور وكتابة دستور جديد عراقي بقلم عراقي بفكر عراقي بنفس عراقي برؤية عراقية بإطار عراقي، لا، هم يقولون تغيير بعض الفقرات. نعم. وهذه التغييرات يعني حتى من تقرأ الدستور، قضية التغيير بهذا الدستور قضية معقدة لا يمكن الوصول إليها، كذبة كبيرة. وشكلوا قبل فترة، يعني بعد ثورة تشرين الشبابية هذه، شكلوا لجنة شكلها الكاظمي لتغيير الدستور، وكذب، ذهبت هذه اللجنة وراحت، يعني فككت وانتهى الموضوع، 18 عضو ما أعرف منه، كذبة كبيرة. ومثل ما قال الدستور، لا يوجد حتى بين من قالوا إنهم كتبوا الدستور من هو خبير بالقانون الدستوري أبداً، ناس عاديين وسياسيين وقسم لا يمكن يكون حتى شهادات. نعم. لكن فكر بهذا الاتجاه هو جاهم مكتوب. ودعني أقول لك، هم يقارنون، ودائماً ما يقولون، وهذه نواجهها في كثير، إنه ما الفرق ما كتب دستور للعراق عام 1925، أول دستور عراقي 1925 كتب في ظل احتلال بريطاني، وهذا كتب في ظل احتلال أمريكي. الدستور الذي كتب في عام 1925، وللتذكير فقط، عندما نصب فيصل الأول، الملك فيصل الأول رحمه الله، عندما نصب في آب 1921 ملكا على العراق، في ذلك الوقت في خطاب التنصيب ذكر أنه تم الاتفاق مع بريطانيا لكتابة الدستور، وبريطانيا وعدت بكتابة الدستور، وبدأوا من الشهر التاسع أيلول بكتابة الدستور تشكيل لجنة. ومن عام 1921 لغاية 1925 صدر هذا الدستور بعد أن مر بمراحل كبيرة وعيد إلى لجان عراقية كثيرة وصححها أكثر من مرة، وكانت بريطانيا تضغط، والملك كان مع لجان عراقية يكتبون دستورا آخر ويعيدونه وهكذا، وضغط عليهم إلا في قضية الموصل عام 1925 فوافقوا عليه، وافقوا حتى على الانتداب. القضية تختلف. ومع ذلك دعني أقول مرة أخرى، ويمكن ذكرتها في أكثر من مرة، كان واحد من نواب الموصل في لجنة كتابة الدستور عام 1925 وقف مخاطبا من يكتبون الدستور، قال يعني يا جماعة يا ناس، هذا الذي تكتبونه بقلم الحبر الآن، أرجوكم احرصوا على كتابة كل شيء حقيقي ومفيد للعراقيين، لأن تغييره يحتاج إلى أنهر من الدم. ما تكتبونه بالحبر الآن يحتاج إلى أنهر من الدم. نحن الآن لكي نغير هذا الدستور نحتاج إلى أنهر من الدم لكي نغير هذا الدستور، لأن هذه الأحزاب وهذه القوى التي في العملية السياسية مستقتلة على هذا الدستور. دعك من انتقاده، دعك من هذا غير دستوري وهذا دستوري، هذه كذبة كبيرة، هذه لعبة، محاولة ترويج نفسهم
ويظهر نفسهم ديمقراطيين ومؤمنين والله. بالدستور والدستور هو مرجعيتهم. كذبة كبيرة. هذا الدستور ليس أكثر من 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 خرقة بالية يمسحون بها أحذيتهم عندما يحتاجونها، لا يحتاجونها ويمسحون بها ويضعونها على رؤوسهم عندما يحتاجونها. هذا وضع الدستور هذا. نعم. دكتور صباح، الحقيقة أيضا هناك جدل في العراق أنه هل يجب أن نكتب الدستور أولا ثم نذهب إلى بناء دولة المؤسسات، أم أولا نبني المؤسسات الحقيقية الرصينة المعافاة ثم نرتاح فنكتب دستورا تساعدنا دولة المؤسسات على كتابة الدستور أكثر اتزان وموضوعية؟ في العراق هذا الجدل يصح في ظل دولة تحدثت عنها أنها محطمة، محطمة بالكامل كدولة مؤسسات، هذا جدل يصح في العراق؟ هذه إشكالية الانتقالية. يعني كيف نفهم احنا المرحلة الانتقالية؟ إذا يعني وصلنا إلى مرحلة انتقالية، كيف يمكن إعادة بناء الدولة؟ وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. للأسف يعني الكثيرين لا يفهمون الدولة ويعرفون الدولة بشكل قاصر تماما، يا اما يعني بعد مؤسساتي او بعد وظيفي للدولة او بعد جغرافي وهكذا. القضية مو بهذا الشكل. انا بطرح فد مفهوم خلينا نسميه استراتيجي للدولة مجرد يعني للنقاش بدون ما أدخل يعني بالتفاصيل. نعم. نظرية وكذا، أتطرح بشكل استراتيجي حتى أوضح الفكرة الأساسية وإشكالية المرحلة الانتقالية وكيف التفكير فيها. إذا نظرنا للدولة على أنها تكثيف لعلاقات اجتماعية، يعني علاقات قوى اجتماعية. نعم. سواء ثقافية، دينية، طبقية، سياسية، إنتاجية، اقتصادية، هذه كله تتكثف على شكل مؤسسات، والمؤسسات هذه يحكمها خلينا نسميه وفاق مجتمعي يتقنن كدستور أو قانون اللي ينظم هذه عمل هذه الدولة والمؤسسات. إذن الدولة بهذا المعنى تعكس علاقات قوى داخل المجتمع وهيمنة بعض القوى على الأخرى، وتجدها أنت في فهم المؤسسات وفي فهم تقنين العنف، فهم التنمية وهكذا. لو ننظر إلى هذه اللا دولة، هي ليست في دولة، لو ننظر إلى هذه اللا دولة ماذا نجد؟ نجد أن القوى اللي جاءت مع الاحتلال 2003 صمت الدستور والقوانين والمؤسسات بشكل تخدم الطائفية والعرقية وليست بناء دولة مواطنة. فبالتالي كل مؤسسات الدولة، وزاراتها، أجهزتها الأمنية، هيئاتها على كل المستويات، المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات المحلية، هي عبارة عن محاصصة مقيتة للأحزاب المحتكرة للسلطة هذه. هذا ما له علاقة لا بالدستور ولا بالقانون، إنما فرض لإرادات سياسية. إذا هو هذا الموجود واللي يتحدث عن الإتيان برئيس وزراء شريف أو نزيه يقوة المرحلة الانتقالية، هذا كلام فارغ، لأنه كل مفاصل الدولة، مؤسساتها، صناعة القرار واتخاذه كلها متحكم بها من قبل هذه الأحزاب، بل الأدهى من ذلك ليست الأحزاب فقط، إنما ميليشيات الأحزاب اللي تتحكم بمفاصل الدولة. إذا أنت كيف تعيد بناء عدد بناء الدولة إذا دستورك هجين ومؤسساتك تنتفي عنها حتى مفردة المؤسسة؟ لأن المؤسسة بالمعنى العلمي هي بيروقراطية عقلانية يحكمها القانون وتعمل حسب لوائح وإرشادات تقيم أداء المنتسب لهذه المؤسسة حسب معايير موضوعة. هذا كله ما موجود. الموجود هي قضايا زبائنية، عمك خالك وتوزيع مناصب وموظفين ما بين الأحزاب، هذا ما له علاقة بالمؤسسة. إذا احنا لا نمتلك مؤسسات ولا نمتلك دولة ولا نمتلك دستور. باعتقادي المرحلة الانتقالية لابد أن تكون عن طريق احتجاجات شعبية تسترجع شرعية الشعب، وشرعية الشعب هذه هي اللي تحدد شكل المرحلة الانتقالية وكيفية إعادة بناء الدولة. هذا طبعا رد لفد حديث للساعات الواحدة. نعم. بس هذا التصور اللي عندي أنا حتى ما أختزل الإشكالية الانتقالية. أشكرك دكتور رافع. في ضوء الواقع المحطم في العراق على كل المستويات والتشوه والشذوذ، هل تعتقد أنه أمام العراقيين الفرصة أو ما زالت الفرصة قائمة لصياغة دستور
حقيقي بهوية وطنية عراقية وإلقاء هذا الدستور في مكب للنفايات، أم أنه ربما الوقت قد فات وتعدى، لا زالت الفرصة؟ ومن المؤهل لكتابة هذا الدستور؟ من هذه القوى نفسها تعيد دستور هذا الدستور؟ لأنه عليه كلام كثير، عليه سلبيات، يشتم، فستجد نفسه مضطر لكتابة دستور آخر، أم أن كتاب الدستور من مرحلة أخرى، من حقبة أخرى، من فكر آخر؟ دعني بشكل سريع أولا أقول لك، ربما سألت سؤال حضرتك، هل نبني المؤسسات أولا؟ نعم. نكتب الدستور أولا؟ نعم. يعني من يسبق من؟ نعم. أنا أقول لك كتابة الدستور هو الأساس في بناء المؤسسات. أنت عندما تكون تملك قطعة أرض لكي تبنيها يجب أن تضع لها خارطة، وبناء على هذه الخارطة تبني هذا البيت على هذه الأرض، تحدد لك هذه الخارطة شكل البناء، شكل الغرف، شكل الحيطان، شكل الأبواب، الشبابيك، كل هذا بناء على الخارطة. فالدستور خارطة كاملة، قانون كامل يؤهلك لبناء مؤسسات وفقا لهذا الدستور، لا تخرج عنه هذا الدستور. عندما يكون الدستور كسيحا مثل هذا الدستور 2005، بنيت المؤسسات بهذا الشكل الطائفي المخرب، محاصصات، توزيعات، بناء على هذا الدستور الحقيقة. فأنت الأساس أن تضع القانون وبعد ذلك تؤسس على هذا القانون ما تريد. هذا أولا. ثانيا، الوقت لم يفت الحقيقة، كل الشعوب تمر بمراحل صعبة، والشعب العراقي مر بمرحلة صعبة، كنا يجب أن نعترف بمرحلة مهلكة ومتعبة، وقدم تضحيات كبيرة الحقيقة. يعني لحد الآن الشعب العراقي قدم أكثر من 1.5 مليون ضحية خلال هذه السنوات 20، وقدم الكثير من المهاجرين واللي غادروا البلد والكفاءات العليا والأفكار. واحد من عندهم هذا الدكتور الآن الذي يتحدث معك، واحد من الكفاءات الكبيرة اللي تركت العراق. هذا كل جزء من خسائر وتضحيات قدم العراق، لكن مع ذلك الخير في الرحم العراقي، ما يجود به الرحم العراقي قادر أن يبني، لكن بعد أن تنجح ثورته، ثورة الشعب عندما يسترد العراق. لذلك في ثورة تشرين كانوا يقولون نريد وطن، يستردون الوطن من الأسر، يخرجونه من الأسر من أيدي هؤلاء الذين صاغوا دستورا، صاغوا قانونا، صاغوا عملية سياسية تنفعهم وتضر البلد وتهلك البلد وتهلك العراق. عندما تسترد منهم ستكتب دستورا عراقيا بنفس عراقي، برؤية عراقية، بفكر عراقي، بتوجهات للحاضر والمستقبل العراقية، تستفاد من الثروات العراقية، وأولها الشعب، الإنسان، الفرد، وثرواته الطبيعية الأخرى التي يمتلكها، وبالتالي ينهض بها بفكر جيد. فلذلك كتابة الدستور مرهون لثورة العراقيين على كل هذا الموجود، في أن يزيح كل هذا الموجود ويأتي بهذا الدستور يمزقه ويذبه في صفيحة النفايات، وبالتالي يستطيع أن يكتب دستور ولم يفت الوقت، لأنه عندما تأتي الثورة تزيح كل هذا. خلينا دقيقتين ننطيها الدكتور صباح. دكتور صباح، لو قدر للعراقيين أن يكتبوا دستورا جديدا على أنقاض هذا الدستور، ما هي أهم نقطة يجب أن يتضمنها الدستور، يركز عليها، يحتفى بها، تقدم، يجب أن يلتف حولها العراقيون؟ أبرز نقطة في الدستور الجديد المنشود؟ أبرز نقطة طبعاً حجر الزاوية للدستور. نعم. المدني هي المواطنة. نعم. تعريف الفرد العراقي كمواطن، مو كشيعي أو كسني والكلام الفارغ هذا كله. هذه هويات مجتمعية مهمة جداً طبعاً، ثقافياً اجتماعياً، وتعزز اللحمة الاجتماعية، وبالإمكان ضمانها أيضاً من خلال الدستور عندما نعرفها كمواطنة. بس أنا اللي أرد أقوله، مو أنا ليش ما أرد أدخل بالتفاصيل شوية، أتفق مبدئياً وأستاذ رافع، أنا أقول المرحلة الانتقالية رد لآلية معينة حتى نوصل إلى دستور جديد، ونفس الوقت إعادة مؤسسات الدولة. الآلية باعتقادي، يعني الفكر اللي طرحناه إحنا اللي سميناه العقد الدستوري العراقي، هو كتابة وثيقة مبادئ وأسس، وثيقة ما قبل دستورية تتفق عليها كل القوى الوطنية، الشكل الأرضية يجتمع عليها أو حول الشعب العراقي، ك خطوة أولى باتجاه صياغة دستور جديد. لماذا؟ لأن هذه الوثيقة الأرضية هذه اللي هي تصبح جزء من يعني دستور مستقبلي، لما تكون أرضية جامعة لم شمل لكل العراقيين، راح تجيب وياها كوادر وخبرات ومؤهلات تساعدنا في إعادة بناء مؤسسات الدولة. أشكرك. وتزيح كل هذه القوى الموجودة في المؤسسات اللي هدمت هذه المؤسسات. فأنت بحاجة إلى ضرب عصفورين بحجر.
يعني تحضير لكتابة الدستور وفي نفس الوقت إعداد الكوادر. أعتذر منك لأن الوقت فعلا انتهى. أشكر الدكتور صباح الناصري أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك، كان معنا عبر سكايب من مدينة تورنتو في كندا. كما أشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وأشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.